صباح الخير، معاكم كابتن محمد سيد. النهارده هوريكم بعض التمارين للرقبه. ناس كتير في شغلها او في دراستها بتقعد كتير اعداد غلط او بتخلي رقبتها بالشكل ده، فعاده بتلاقي هنا العضلات اللي قدام الرقبه قصيره والعضلات الخلفيه دي طويله، فده يخلي رقبتك عامله كده. بعد فتره يبدا يجي لك الام في العمود الفقري والام في الرقبه. ازاي نتفادى الموضوع ده؟ النهارده هنتكلم عن اهم 4 تمارين تقدر تعملهم هتساعدك ان انت تتفادى المشكله دي. اول تمرين ان احنا نبدا نقوي عضلات الرقبه الخلفيه من هنا بالشكل ده. ببدا ان انا ازق بدماغي ايدي لورا واقفل عضلات ظهري من فوق واخلي كوعي مش قدام كده، اخلي كوعي لورا بالشكل ده. تاني تمرين معانا هنسترتش العضلات دي، هخلي ايدي الاتنين كده وابدا ان انا ارجع برقبتي بالشكل ده 10 ثواني وبرجع تاني وارجع تاني 10 ثواني. تالت تمرين معانا ببدا ان انا استرتش العضلات الجانبيه من هنا بالشكل ده. بعد كده بغير بعد كده ببدا ان انا استرتش عضلات التشست او الصدر بالشكل ده، اخلي ايدي لورا وابدا ان انا اقفل ظهري لورا بالشكل ده. ممكن اعملها من وضع ثبات كده، ممكن اعملها من وضع حركه بالشكل ده. التمارين دي ممكن اتمرنها وانا قاعد او وانا بذاكر او وانا في الشغل، في اي مكان ممكن اتمرنها. ممكن اتمرنها من 3 لـ4 مجموعات من 10 لـ15 عدة يوميا. التمرين دي هتساعدك ان انت تقوي عضلات الابر باك او عضلات الظهر وعضلات الرقبة، فبالتالي مش هتواجه اي مشكلة في العمود الفقري او الام الرقبة. تابعوني في الحلقات اللي جاية هشرح لكم بعض التمارين المهمة اللي تساعدكم ان انتوا تقوي عضلاتكم كلها. شكرا. مرحبا حضراتكم مشاهدينا، وبعد ما تابعنا الايروبكس وبنبدا مع حضراتكم اول اخبارنا او جولتنا الاخباريه، وبنتكلم عن مؤتمر الازهر العالمي طبعا اللي بدات فعالياته بالامس في القاهره، وقد ايه الى مدى يعني احنا يعني محتاجين فعلا مؤتمرات بهذا المنطق وبهذه الايديولوجيات. ازاي تحافظ على الخطاب الديني يا فؤاد اللي بنتكلم عنه، وتجديد الخطاب الديني والايديولوجيات للجماعات الارهابيه ازاي نحن نتخطاها، والحرب الفكريه والكلام ده كله، كل ده محتاجينه علشان شبابنا ونحمي الاجيال الجديده منه. هو الفكره كمان انه تجديد الخطاب الديني يعني الناس يمكن شايفاه حاجه سهله، لكن تنفيذه على ارض الواقع صعب، لان انت بتقتلع الحقيقه التراث الديني من مفاهيم مغلوطه متوارثه عبر اجيال طويله جدا، فهي مهمة شاقة محتاجة تكامل مؤسسات المجتمع كمان مع مشيخة الأزهر أو مع المؤسسات الدينية. مش بس الأزهر هو اللي هيجدد الخطاب الديني فقط، لكن لازم معاه يكون دور الإعلام، التعليم، الأسرة، والثقافة. يعني كل مؤسسات المجتمع الحقيقة لازم تسهم في وضع استراتيجية لتخليص المجتمع من المفاهيم الضالة وأنصاف العلماء اللي بيضللوا الناس. ومن هنا طبعا كانت بتكون بتظهر أهمية الأزهر طبعا كمنارة للإسلام في مصر وفي الشرق الأوسط والعالم كله. علشان كده دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي اللي بدأ أعماله بالقاهرة يكون فاتحة لسلسلة من مؤتمرات تجديد الفكر الإسلامي اللي بتعقد عام بعد عام. كمان كان في نقطة مهمة جدا في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي أعلن عنها شيخ الأزهر، وهو إنشاء مركز الأزهر للتجديد، يعني تجديد الخطاب الديني، واللي هيشارك فيه حقيقة علماء من داخل مصر وخارجها. تعالوا نشوف تقرير بيحمل تفاصيل أكتر.
بحضور دولي كبير انطلق المؤتمر العالمي للأزهر الشريف، والذي جاء تحت عنوان مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي. وفي كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي أعرب فيها عن تطلع الرئيس إلى أهمية تطوير الخطاب الديني لدعم مسيرة الأوطان العربية والإسلامية وبث روح العمل والجد والمثابرة. لقد طالبت المؤسسات الدينية منذ عدة سنوات، وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف، بأن تولي موضوع تجديد الخطاب الديني أهمية قصوى، وأكدت لهم أن التقاعس والتراخي في هذه المهمة من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء من غير المتخصصين، ليخطفوا عقول الشباب ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض، ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السامحة، وينقلوا لهم الفهم الخاطئ المنحرف في تفسير القرآن الكريم والتشويه المتعمد للسنة المطهرة. خلال المؤتمر أيضا قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام ظل مع التجديد دينا قادرا على تحقيق مصالح الناس وإغرائهم بالأنموذج الأمثلي في معاملتهم وسلوكهم بغض النظر عن أجناسهم وأديانهم ومعتقداتهم. قرر الأزهر الشريف إنشاء مركز دائم باسم مركز الأزهر للتراث والتجديد، يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، كما يضم مجموعة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالات المعرفة ممن يريدون ويرغبون في الإسهام في عملية التجديد الذي ينتظره المسلمون وغير المسلمين أيضا. فهذا المؤتمر بقضاياه المطروحة يعالج أمورا تمس الحاجة إليها، وإن استشعر الأزهر بمشيخته وعلى رأسهم سماحة الإمام العلامة، ليدل دلالة واضحة على أن علماء هذه الأمة لا يعلون جهدا في البحث عما ينفع المسلمين بل والأمة جمعاء. ويناقش مؤتمر الأزهر الشريف تحديات التجديد، وعلى رأسها ما يشيعه البعض من تكفير الأئمة واعتزالها في الخطاب الدعوية وتقديس الجماعات الإرهابية للفرد واستخدام الشعارات الدينية لتحقيق أغراضها ومناقشة دموية الفكر الإرهابية. الذي نتمناه من هذا المؤتمر أن نصل إلى القواعد والوسائل والوسائط التي في عصرنا الحالي تساعد على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب. قد عانى العالم الإسلامي وغير الإسلامي من هذه الأفكار السيئة، ولذلك نرى أن هذا الخطاب وهذا المؤتمر في وقته، ونتمنى أن نسمع هنا أفكارا جيدة وسديدة، خاصة أن المقيمين بهذا الأمر المهم هم مشيخة الأزهر. التجديد سنة كونية يستوعبها الدين الإسلامي، إذن فالمسؤولية تقع على عاتق رجال الدين المستنيرين، وها هو الأزهر يحمل لواء التجديد من خلال مؤتمره العالمي للتكاتف وتصحيح الأفكار المغلوطة التي تنتهجها الجماعات المتطرفة. رمضان المطعني، النيل. نروح لقطاع الثقافة، وأبرز الأحداث دلوقتي في هذا القطاع هو معرض القاهرة الدولي للكتاب. الحقيقة المعرض مستمر لغاية يوم الثلاثاء الجاي، آخر يوم، يوم الثلاثاء 4 فبراير، في إقبال الحقيقة من الجمهور من مختلف الأعمار. المعرض كمان في جناح إفريقي مهم جدا، باعتبار أن مصر بتنتمي لإفريقيا وفي قلب إفريقيا. أيضا في فعاليات مختلفة، مش بس كتب وقراءة، لكن في ندوات ثقافية، في احتفاليات، في حاجات كتير جدا ممكن تقضوا يوم لطيف أوي، كمان فرصة بمناسبة أجازة نص السنة. هو بيبقى فعلا بنلاحظ أن في أسر كتيرة جدا بتحاول أن هي تقضي أكتر من أنه ثقافة برضو أنها نزهة، يعني بالضبط. يعني لو نخليها نزهة بس، يعني نحاول أن احنا نزور الستانس أو يعني الأجزاء المختلفة للمعرض. ويعني ده المعرض السنة دي في دورته 51 أو 51، في كمان تطبيقات مهمة جدا، ومنها إطلاق تطبيق إلكتروني عشان ييسر على رواد المعرض يعرفوا دور النشر والإصدارات المعروضة، وخصوصا كمان للأطفال في حاجات السنة دي شيقة جدا علشان تحفزهم على القراءة والاطلاع. خلينا نتابع.
يواصل زائر معرض القاهرة الدولي للكتاب متابعة فعاليات المعرض والتي قدمت مختلف الثقافات العربية والأجنبية والإفريقية في خطوة تسعى من خلالها وزارة الثقافة إلى عرض كل ما هو جديد في مختلف الفنون الثقافية في الدورة 51. الأنشطة زادت، في عندنا أكثر من 1000 ندوة ثقافية، في مسرح طفل، في أنشطة طفل، في حكي، في كل حاجة موجودة في المعرض. المعرض أصبح بيعتبر كرنفال أو احتفال من الشعب المصري بيوم الثقافة، يعني بنسميه اللي هو عرس الثقافة المصرية والعربية. رواد المعرض أوضحوا أن المعرض هذا العام مميز ومختلف ويقدم كل مطالب القراء بخلاف الندوات الثقافية والفكرية والسياسية التي تقام على هامش فعاليات المعرض. دلوقتي المكان أكبر وأوسع وأحسن بكتير، فأنا بنصح أي حد يروح فعلا. في كتب ما كانتش موجودة موجودة السنة دي، وكذا مكان ما كانش موجود برضو موجود السنة دي، دي حاجة كويسة. أسعار الكتب في حاجات نازلة رخيصة جدا 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 عن السنين اللي فاتت، وفي خصومات حلوة جدا. وقال العارضون بالمعرض إن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور بخلاف الأعوام السابقة، حيث تحتضن هذه الدورة عددا كبيرا من دور النشر التي تمثل 40 دولة عربية وإفريقية. الوعي كل سنة بيزيد طبعا، وإحنا هنا في قاعة 4 اللي هي كتب إسلامية وكتب تراثية، فهو الإقبال بدأ يزيد، يعني الناس بدأت في مصر هي تجتنب شوية فكرة الروايات وفكرة القصص. المعرض دوت فيه الفئات عمرية كتيرة، يعني أطفال، شباب، شيوخ، ستات، يعني جميع الأطياف. صار السنة دي مدعومة عن العام الماضي، لأن احنا دلوقتي المعرض يحوز على إعجاب كبير وإقبال كبير، فأنت بتزودي نسبة معاد من خلال خصومات الكتب. وتحل دولة السنغال هذا العام ضيف شرف المعرض، وتم اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. السنغال مقدم في الجناح خاص كتب، تعرف بعض الناس يعرف السنغال دولة الفرنساوية، ولكن نحن عندنا كتاب العربي كثير جدا في الجناح. السنغال تجد كتب عن فرنساوي لغة الفرنسا وكتب عن لغة العربية. يذكر أن المتطوعين ينتشرون في جميع أنحاء المعرض للرد على استفسارات الجمهور وتسهيل عملية الدخول ومعرفة القاعات الخاصة بالندوات والأجنحة المختلفة. ما بين ندوات ثقافية ومناقشات فكرية وإقبال من المواطنين، تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها 51، والتي أحدثت حالة من الثراء وقبول الاختلاف لكل ما هو جديد. أسمع حسن أميل. من معرض الكتاب هنروح لوزارة الدولة لشؤون البيئة اللي أطلقت بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد 27 من يناير كل عام أن يكون يوم وطني للبيئة. الحقيقة ده حاجة مهمة جدا، لأنه البيئة الحقيقة يعني احنا اهملنا فيها كتير جدا، وفي الاخر احنا اللي دفعنا الثمن. يعني طبعا شايفين الاحتباس الحراري والمناخ والجو اتغير قد ايه، وبنعاني في الشتاء الطقس البارد قوي مركز، والصيف الشديد الحراره، وده غير طبعا تاكل الشواطئ بقى والحاجات الظواهر كتير قوي اللي بقينا نعاني منها وما كانتش موجوده الحقيقه قبل كده. فمهم قوي انه البيئه ليها حق علينا، مهم ان احنا نوعي كمان الاجيال المختلفه، ويبقى يوم البيئه ده بالنسبه لنا فرصه ان احنا يعني نتعلم ازاي نحافظ على بيئتنا. تعالوا نشوف تقرير عن الاحتفال بيوم البيئه الوطني، وبعده هنستكمل جولتنا في هذا الصباح، خليكم معانا. تحت شعار التحول الأخضر طريق للاستدامة، وفي ظل تزايد الاهتمام من الدولة بقضايا البيئة والعمل على تنميتها، احتفلت وزارة البيئة المصرية باعتماد يوم 27 من يناير من كل عام ليكون يوما وطنيا للبيئة. تفضل دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي باعتماد هذا اليوم كيوم بيئة وطني رسمي لجمهورية مصر العربية. السنة دي أول مرة بنحتفل بيه في مجموعة من المسابقات اتعملت على مستوى محافظات الجمهورية. مسابقة الأحسن بوستر، أحسن رسم للطبيعة، إعادة تدوير المخلفات. يوم البيئة الوطني، والذي يطلق لأول مرة بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة التشجير والتوسع في المساحات الخضراء لمواجهة تلوث الهواء وأثار التغيرات المناخية. من غير حفاظ على البيئة لا يمكن نحقق تنمية مستدامة.
العنصر الوحيد اللي بيحقق الاستدامة لأي تنمية هو الحفاظ على الموارد، هو الحفاظ على ميتنا، المحافظة على أرضنا، الحفاظ على طاقتنا، الحفاظ على هوانا. قدرنا نعمل 100 شجرة لكل شارع، عملنا الركن الأخضر في كل مدارس الجمهورية، قدرنا نوعي الناس بفايدة الشجرة وأهميتها للحفاظ على الحياة. هذا وتضمنت الاحتفالية افتتاح معرض مسابقة إعادة تدوير المخلفات للمدارس الذين تم تكريمهم لفوزهم خلال المسابقة. المسابقة كانت مسابقة فنية قائمة على أعمال لوحات للمراحل الكيجي والابتدائي الثلاث سنوات الأوائل أولى وثانية وثالثة، كانت رسم عن النظافة وعن تدوير خامات البيئة. أنا عملت حصان جسمه بيتكون من، جبت جيركن مية وعملته منه جسمه، وجبت عملت رجلين من أزايز المية. احتفال وطني ببيئتنا المصرية لترسيخ الوعي المجتمعي الفعال نحو الحفاظ على البيئة بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع ويسهم في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة. إطلاق يوم جديد رسمي للبيئة تحت شعار اتحضر للأخضر، استراتيجية جديدة تسعى الدولة من خلالها إلى رفع الوعي المجتمعي بصون الموارد الطبيعية وزيادة المساحات الخضراء من أجل أن نحيا بأسلوب صحي أفضل صديق للبيئة خاليا من التلوث. أحمد سعد الدين، النيل. من المهم جدا أيضا اكتشاف الموهوبين في كل المجالات. الحقيقة في مواهب بتبقى مدفونة، في ناس عايزة تطلع مواهبها أو تظهر أو تثبت إن هي عندها يعني تألق في ناحية ما، لكن مش عارفين إزاي يروحوا، مش عارفين الفرص فين اللي ممكن يبدأوا فيها مشوارهم نحو الإبداع. الحقيقة مسابقة إبداع بتبقى فرصة مهمة جدا للشباب الباحثين عن يعني حد يكتشف موهبتهم من شباب الجامعات المصرية في مجالات مختلفة. زي ما قلت يا فؤاد، ودي مسابقة إبداع للسنة الثامنة على التوالي، وبتبقى مهم جدا فعلا حد يشوف المواهب دي ويشجعها ويدلها للطريق الصحيح. وطبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شهد انطلاق فعاليات هذه المسابقة، خلينا نتابع. شباب يبدعون ويتنافسون بمواهبهم الفنية والأدبية والموسيقية على مدار 7 أعوام في مسابقة إبداع التي تحتضن طلاب الجامعات الحكومية والخاصة. ليعطي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مسرح وزارة الشباب إشارة البدء لفعاليات إبداع في الموسم 8 على التوالي لاكتشاف الموهوبين والوصول إلى الموهبة الفريدة. احنا مستمرين في الحقيقة، وزارة الشباب والرياضة أكيد بتحقق رؤى استراتيجية الدولة المصرية لرؤية القيادة السياسية في تكليفات بانتقاء ورعاية الموهوبين في كل المجالات. أكيد احنا انهينا النسخة الثانية لإبداع مراكز الشباب، وايضا شغالين في برنامج تاني كنوز للانتقاء المواهب، وده في المراحل اللي هي من حتى 17 سنة اللي هي الطلائع. يعني انا نفسي هذا الإبداع وهذا الشيء المتقدم جدا للشباب سواء تمثيل اخراج تأليف يشوفوا الناس المسرح اتعمل للناس مش اتعمل لجنة تحكيم. افتتحت المسابقة بفيلم تسجيلي لحصاد إبداع خلال العام الماضي وفقرات فنية لفرقة عين شمس للفنون الشعبية وإنشاد ديني تحت عنوان المحبة والسلام، تميز بالأداء والقدرات العالية والتي تفاعل معها الحاضرون. مسابقة إبداع أنا اشتركت فيها عن طريق الجامعة عندي والكلية، كلية التربية الموسيقية. عملنا اختبارات واشتركنا في المسابقة. نشكر ربنا، دي يعتبر تاني مرة أشارك في مسابقة إبداع. شاركت السنة اللي فاتت، الموسم اللي فات، موسم 7 الجامعات إبداع جامعات، وكمان شاركت في الموسم الثاني لمراكز الشباب إبداع مراكز الشباب. لا الفايدة كبيرة طبعا، التعامل والخبرات الجديدة اللي أنا بكتسبها من التعامل مع الناس، بشوف ثقافات جديدة، طرق تفكير جديدة.
مسابقة إبداع في الموسم الثامن تستقطب أكثر من 40,000 شاب من الجامعات المصرية، تمر بالمنافسات ثم يأتي تقييم المتسابقين من خلال لجنة تحكيم متخصصة في مختلف المجالات الشعرية والموسيقية والمسرحية. تمثل مسابقة إبداع لشباب الجامعات منصة هامة لاكتشاف الموهوبين والمتميزين في المجالات العلمية والفنية والأدبية بعد نجاحها واستمرارها للعام الثامن على التوالي، والتي تفرز طاقات شبابية مبدعة تحتاج إلى نقطة الانطلاق. من مسرح وزارة الشباب، أحمد ممدوح، النيل. الحقيقة دايما الإنسان بيثبت أن ما فيش مستحيل، وزي ما بيقولوا دايما تكون الحاجة أم الاختراع، أن الواحد ما بيحسش أنه فاقد حاجة أو محتاج لها قوي غير فعلا وقت الحاجة. السيدة فاطمة اليوسفي أثبتت فعلا أنه ما فيش بإرادتها أنه ما فيش حاجة مستحيلة، وهي عندها سيدة كريمة عندها 70 سنة. الحقيقة كانت حست، هي أم لست أطفال، حست وقت وفاة زوجها أن هي من الحزن، من شدة الحزن عليه، أنها نفسها تقرأ قرآن، لكن مع الأسف لأنها ما بتعرفش تقرأ وتكتب حست بمدى حاجتها أن هي تقرأ وتكتب وقتها علشان تقرأ قرآن ليها وأنه ربنا يصبرها. فاضطرت بعد كده أن هي من 60 سنة أن هي تبدأ تتعلم وتبدأ رحلتها مع محو الأمية. والحقيقة هي زي ما احنا شايفين في الصورة وبنتابع بتبدأ تقرأ مع حفيدتها اللي عندها 8 سنين، وهي السيدة فاطمة عندها 70 سنة. الحقيقة فاطمة اليوسفي هي من المغرب، وشهيتها ونهمها للتعلم الحقيقة دفعها انها يعني تحظى بدعم كل ابنائها، وتبقى يعني بالنسبة لهم المعلمة للقرآن وللقراءة وعلوم الدين. اثبتت فعلا انه السن مجرد رقم في حياة الانسان، وانه مش لازم ان احنا نعتبره يعني عقبة او حائل امام اي حاجة عايزينها في حياتنا. نسبة الأمية في المغرب الحقيقة فيها مشكلة، لأنه حددوا عام 2019 عشان يقلصوا نسب الأمية عن 30% كأحد أهداف المملكة، وبحسب الإحصاءات الرسمية عايزينها توصل ل 20% عام 2021 العام المقبل. وكمان في 2026 يا فؤاد عاوزين يقلصوها لا أقل من 10%، ومن هنا بيبدأوا تشجيع الكبار على طبعا المسنين والكبار على أنهم ينضموا للنظام التعليمي من خلال التحكم بفصول محو الأمية. فصول محو الأمية للكبار دي مهمة جدا، لأن الكبار لما بيتعلموا القراية والكتابة كمان هم بيعلموا طبعاً الأجيال الأصغر منهم طبعاً في البيت، يعني أبنائهم أحفادهم جيرانهم، فده مهم جدا الحقيقة، قيمة مهمة جدا للارتقاء بالمجتمع في أي دولة. من المغرب نروح للإمارات. تستعد مؤسسة الشارقة للفنون لتقديم مفاجأة رائعة لجمهورها اللي هو على موعد مع رؤية الروبوت اللي بيقف في مكان المايسترو عشان يقود الفرقة الموسيقية، بحيث بيقود روبوت آلي بيطلق عليه ألتر 3، بيقود العرض الأول في الشرق الأوسط لأوبرا جمال مخيم. الحقيقة سبق عرض هذه الأوبرا من تأليف الفنان كيتشيرو شيبويا في عدة دول، هي اليابان أستراليا وألمانيا، لكن هذا العرض زي ما احنا شايفين في الفيديو بيقوده الروبوت بمرافقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية ضمن مشروع شيبويا، ورؤيته الفنية وسعيه الدائم لتخطي الحدود بين الإنسان والتكنولوجيا، انه بيقدم دايما أعمال بتتراوح بين العزف المنفرد على البيانو للموسيقى الإلكترونية والأوبرا. ده فكرني بصوفيا برضه يا فؤاد، الذكاء الاصطناعي. الحقيقة الروبوت حل مكان الإنسان في حاجات كتير جدا، يعني يمكن مش بس انه بقى يقود أوركسترا، لكن كمان بقى يقدم مثلا وجبات في المطاعم، بقى ممكن يشتغل خادم في المنزل، ممكن يقدم برامج واحنا نتفرج كمان عليه. فربنا يستر بقى ان صوفيا ما تقدمش بعد كده البرامج مكاننا واحنا نقعد في البيت. A face without age or gender. It was created by Hiroshi Ishiguro of Osaka University and Mixi Corporation. It is embedded with an artificial neural network.
حاجة جميلة حياة مختلفة، مش عارفين بكرة مخبلنا إيه في عالم التكنولوجيا والتقدم. الحقيقة إن الواحد خايف يعني أو تروح يصحى من النوم يلاقي في روبوت في البيت موجود. لا دي موجودة من زمان في العالم، لكن أنا بتكلم إن تروح مثلا مستشفى فتلاقي الروبوت هو الدكتور، هو الروبوت اللي هيعالجك بيعمل عملية مثلا، أو الروبوت ده مذيع هو اللي هيقدم لك النهاردة الأخبار. فيعني مش عارفين لسه، أو ممكن الموضوع يتطور بقى ونلاقي إن الناس بتتجوز روبوت بعد كده. لا دي مش يعني الحقيقة يعني موضوع وصل لمراحل ربنا يستر. لكن الحقيقة دي يعني جولتنا الإخبارية في هذا الصباح، لسه مكملين معاكم لغاية 10 صباحا بتوقيت القاهرة. هنتوقف قليلا مع أخبار رياضة، وبعده هنقرأ أخبار الصحف، ومعانا طبعا محللين عبر الهاتف. أخبار رياضة هنتابعها مع زميلنا محمد عاطف، لكن بعد الفاصل.